يحكى أن رجلا ترك كلبه ليحرس ابنه الرضيع وذهب للصيد، وعندما عاد من الصيد وجد الكلب يصرخ في الخارج وقد تلطخت أنيابه بالدماء، فرفع البندقية عليه وقتله في الحال، ودخل إلى المنزل مسرعا ليرى بقايا طفله الرضيع. وهنا كانت المفاجأة، وجد ذئبا غريقا بدمائه والطفل لم يمسه أي ضرر. يا ترى أي شعور بالذنب سينتابه، وكم سيحزن ويندم على ما فعل، بل وكم من روح أزهقت ظلما، وكم من مشاعر ماتت من سوء الظن. لذلك علينا أن نستمع ونعرف الحقيقة جيدا قبل ردة فعل خاطئة تبكينا ندما مدى الدهر. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات. تقبلوا تحياتي محدثكم سيلفر العراق.